اعزائي المشاهدين اسعد الله اوقاتكم بكل الخير العلاقه بين الصحه والتعليم علاقه وثيقه وتبادليه فالصحه الجيده للطلبه لها تاثير كبير على تحصيلهم وقابليتهم للتعلم وفي المقابل فان الحضور المنتظم للمدرسه يعزز صحه الطلبه لقد اثبتت الابحاث ان ضعف الوضع الصحي للطلبه من بين الاسباب المؤديه الى ازدياد التغيب والتسرب المبكر، كذلك ضعف الاداء في الصف. كما ان التعليم يكسب الطلبه المهارات المتعلقه بالصحه، وهذا ضروري لسلامتهم البدنيه والنفسيه والاجتماعيه. نخصص هذه الحلقه من فضاءات تربويه للحديث عن المقاصف المدرسيه، ويسعدنا ان يكون معنا الأستاذة سوزان رضوان توطح رئيس قسم التغذية والمقاصف في الإدارة العامة للصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم ونبدأ أولا بالحديث عن فلسفة الإدارة العامة للصحة المدرسية، ما هي هذه الفلسفة من حيث الرسالة وكذلك الأهداف؟ نبعت فلسفه الصحه المدرسيه من تعريف منظمه الصحه العالميه للمرض لما اجت الصحة العالمية هلا الكل بيعرف انه المرض شخص مريض بيعاني من وعكة صحية ولكن هذا غير كافي عشان اقول انه الشخص صحيح البدن هو لازم يكون شخص خالي من أي مشكلة صحية سواء كانت بدنية، نفسية، اجتماعية، عقلية. عشان هيك لقينا احنا في الصحة المدرسية انه نركز في رسالتنا في الصحة المدرسية نحو تحسين صحة الطلبة نفسيا وعقليا وجسديا واجتماعيا. من من خلال ايش من خلال انه احنا نمكنهم من المعارف والمهارات اللي يقدر الشخص يتحدى هذا الواقع اللي بيعيش فيه هلا إيه على اساس هيك ما بقدر اقول عن شخص منزوي او طالب منزوي او عنده مشكله نفسيه وانه هو طالب قادر على انه يكون تحصيله الاكاديمي جيد لانه فعلا هو عنده مشكله صحيه فعلى اساس هيك ركزنا في معظم برامجنا على انشطه ومهارات صحيه قائمه على شيء اسمه الكل يمكن بيسمع فيه اللايف سكيلز انه بطلنا ان بطل الطالب بياخد المعلومه بشكل تلقيني لانه الطالب مل من الاسلوب انه اصبحنا نركز على المهارات الحياتيه من خلالها الطالب بتعلم كيف يكون قائد كيف يكون مبدع كيف يفكر بطريقه تحليليه على اساس انه الطالب لما بيتخرج يقدر يتعامل مع اي تحديات اي تحديات او اي صعوبات في الحياه بتواجهه نعم يعني اذا نحن من من ما ذكرته سوزان نستنتج ان دائره الصحه المدرسيه تنظر الى مفهوم الصحه بشكل شمولي صحيح وهذا يشمل اي جوانب تحديدا هلا اللي بركز عليه الكل بيسالنا وين ما كان لحد الان مفهوم الصحه المدرسيه نعم. هو مفهوم يمكن عند الجميع بختصر على شيء اسمه تطعيمات في المدارس او خدمات صحيه مع اه هذا المفهوم ناقص لانه الصحه المدرسيه الشامله بتركز على ثمان جوانب الان صحيح الخدمات التغذويه الخدمات الصحيه هي جزء لما بحكي خدمات صحيه بنحكي عن التطعيمات التطعيمات بتلقاها الصف الاول والسادس والتاسع وبحكي عن فحوصات التقصي اللي هي بتم فيها فحص الاسنان وفحص النظر بالاضافه لذلك في عنا خدمات تغذويه في عنا البيئة الاهتمام بالبيئة المدرسية في عنا الجانب البغطي بغطي والجانب الكبير اللي بنشتغل عليه هلا التثقيف والتعزيز الصحي في عنا المشاركة المجتمعية لأنه أي مشروع أو أي برنامج بدون مشاركة مجتمعية لن ينجح في عنا صحة العاملين والكادر المدرسي وفي عنا التربية الرياضية اللي هي عنا فيها مشكلة كبيرة التربية الرياضية لأنه الطلبة عنا ما بيمارسوا عادة الرياضة نعم. وفي عندنا الجزء الاخر وهو الاخير بحكي على الصحه النفسيه والعقليه اللي هو عنا الاداره العامه للارشاد التربوي بتركز عليها نعم يعني ونحن تحدثنا في حلقات سابقه عن موضوع الصحه الشموليه ولكن هنا نود التاكيد ايضا لاهميه الموضوع وهذا للاهل ان الصحه لا تعني فقط الخلو من المرض وانما هناك الصحه صح. النفسيه والاجتماعيه والعقليه والروحانيه صحيح. أيضا وهذا مهم لجميع الفئات التي تتعامل مع الطفل صحيح. وهذه هي رسالة الإدارة العامة للصحة المدرسية نعم ويعني قبل أن نتعرض لموضوع الوضع التغذوي والمقاصف أحببت هنا أن أركز على هذا الجانب ربما لجهل الكثيرين به وربما أيضا في بعض الأحيان لعدم إعطائه أو ايلائه الأهمية الكافية سوزان لو تحدثنا عن الوضع التغذوي قبل الدخول الى موضوع المقاصف الوضع التغذوي للطلبه في المدارس الفلسطينيه كيف تصفين هذا الوضع او كيف تشخصينه لما بدنا نشخص الوضع التغذوي في فلسطين يتم تشخيصه بناء على مؤشرات تغذويه في عنا برنامج في فلسطين هو برنامج يطبق سنويا اسمه برنامج الرصد التغذوي هو برنامج نستهدف فيه الصفوف الاول والسابع والعاشر بيتم اخذ وزن هون وطول هون وبنسالهم مجموعه من الاسئله اللي بتتعلق بسلوكيات التغذويه النتائج الرصد التغذوي لعام 2010 بتقول انه في عنا في فلسطين قصر قامه بنسبة 9% ويمكن هذا الكل بلاحظه لو دخلنا على أي صف بنلاقي أنه الطالب قصير بتلاقيه بصف عاشر أو حادي عشر وبتلاقي أنه كثير عنا طلاب طول هون لا يناسب الفئة العمرية نعم. في عنا المشكلة الكبيرة الكبيرة أنا بحسب بفلسطين ويمكن قطاع غزة أكثر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد نسبة 30% 50% 50% في غزة لحالها عندنا الطلبة بيعانوا من تلتي نقص تلتي الدم 30% في الضفة و50% في, في, في غزة 50% بالمية بالضبط نعم اه لا 30% بالمية هي هو التوتال التوتال نعم. لكن عندنا هون 20% الضفة نعم. و50% غزة نعم. هلا عندنا مشكلة كبيرة وكثير بنلاحظها يمكن الأوبستي اللي هي السمنة وزيادة الوزن 24% بالمية من الطلبة عندهم سمنة وزيادة وزن في عنا مشكلة واضحة جدا لما بنقيس السلوكيات التغذوية انه 45% من الطلبة بتوجهوا للمدارس بدون تناول وجبة الافطار، مما يؤثر بشكل مباشر على التحصيل الاكاديمي وعلى القدرة على التركيز والتفاعل خلال الحصة الصفية. هلا المشاكل الاخرى الواضحه واللي هي بنقول بتيجي على اللونج ران اللي بعد 4 خمس سنين بنحس انه المشاكل التغذويه هي ادت لي لمشاكل اخرى اللي هي مرتبطه في امراض المزمنه اللي هي امراض القلب في عندنا بالنسبه لامراض القلب 530 طالب في مدارس الضفة عندهم امراض قلب وجزء منهم طبعا توفى في عنا سكري اللي هو كله ناتج عن التغذية السيئة والمعاناة من أمراض سوء التغذية السكري في عنا نسبة 412 طالب في عنا السرطانات 165 طالب هلأ وعنا مشكلة أخرى مرتبطة بالتغذية إيه مشكلة تسوس الأسنان من خلال فحص الاسنان من قبل وزارة الصحة تبين انه عندنا بالصف الاول والعاشر والسابع تقريبا 35% من الطلبه في عندهم مشاكل اسنان لما اجينا طلعنا شو هي مشاكل الاسنان 65% من مشاكل الاسنان كانت مرتبطه بالتسوس فكل هذا اللي حكيته كله العلاقه بالصحه والعلاقة بالتغذيه وبالتالي بحكي تغذيه منيحه معناها صحه منيحه معناها طالب قادر على انه يمارس حياته بشكل طبيعي ويحصل اكاديميا ويكون يكون انسان ناجح في حياته لانه كل هاي المشاكل راح تؤدي في النهايه الى شخص في عنده مشكله معينه نعم يعني المؤشرات التي ذكرتها والنسب هي خطيره ومرتفعه بالزارة. سواء فيما يتعلق في قصر القامه او فقر الدم او ايضا السمنه ومنشاها يعود الى عادات سيئه في نظام التغذيه ربما يشكل هذا مدخلا للحديث عن المقاصف حيث تكمن اهميه تناول وجبه الافطار بما تقدمه من عناصر مهمه في الطاقه وايضا العناصر عن الغذائيه الكافية للقيام بالمجهود الذهني والفكري للطلبة. صحيح. هذه المقاصف بنسبة ما ربما تكون مرتفعة تقع عليها مهمة توفير وجبة الإفطار بالإضافة طبعاً إلى ما يحضره الطلبة ولكن يميل الطلبة إلى تناول وجبة الإفطار في هذه المقاصف، هل هذا صحيح؟ هلا أه اللي بدي عليه إنه المقصف أول شيء هو أه مش دكانة. هلا المقصف هو كيان تربوي. هو بيكمل للمنهاج لأنه المنهاج بيحكي للطالب شو هو الهرم الغذائي شو هو الغذاء المتوازن الطالب المفروض لما بينزل لما بنزل على المقصف المفروض بيلاقي هناك توافق بين اللي بدرسه قاعد في الحصة الصفية وبين اللي في المقصف مع أنه هذا حاليا جزء من المقاصف حققته وجزء من المقاصف أخفقت فيه هلا اللي بنبه له أنه المقصف ولا مرة بيكون هو المكان اللي الغذاء المتوازن للطالب هو مكمل على أساس هيك إحنا بنقول لأولياء الأمور المفروض الطالب يتناول إفطاره في بيته وتكون نعم. الوجبة بده ياخذها من المقصف هي مكمله، فالاعتماد الاساسي على الاهل وعلى تغيير ثقافه الاهل قديش مهمه وجبه الافطار، واعطائه اذا اعطائه كمان السندويشة اللي هو كثير من الطلاب لما لما بيوصلوا المرحله الثانويه بيستحي وبحس انه في حياه وخجل انه يحمل سندويشته من البيت، مع انه اكله الصحي ولا مره المقصف رح راح يوصل له اكل صحي ويقدم له زي البيت. نعم ولكن بما أن انك ذكرتي ان المقصف هو ليس يعني دكانه وانه مكمل للجانب التربوي هذا يعني يقع او يفترض في المقصف ان يكون مكملا لهذه الوجبه وان صحيح. يقدم ما هو صحي من الغذاء وليس عوضا عنها نعم سنتطرق الى هذا بالتفصيل ولكن اود ان استفسر سوزان في البدايه عن طرق تضمين المقاصف كمدخل للحديث لاحقا بعمق عن موضوع المقاصف ما هي المعايير المعتمده من قبل الاداره العامه للصحه المدرسيه كيف يعني تقيمون شخص ما يريد أن يضمن مقصف في مدرسة ما؟ ما هي المعايير التي صحيح. يتم منح هذا المقصف بناء عليها؟ تتم عملية تضمين المقصف في بداية كل عام دراسي خلينا نقول تبدأ العملية بشهر سبعة نعم طرق التضمين هي في عنا ثلاثة بنلاقيها في المقاصف إما أنه نلاقي مدرسة فيها المقصف يدار ذاتيا وهي بنحكي عنها المقاصف التعاونية يعني في عنا لجنة متكونة من معلم ومجموعة من الطلبة لهم أسهم ونسبة أرباح هن بيديروا المقصف ذاتيا وهذه حققت نجاح في بعض المدارس هلا في جزء منها بتديره جمعيات نسويه وهذا فلسفه الوزاره الان انه معظم مدارسنا تديرها جمعيات نسويه لانها حققت نجاح لانها اللي بتدير المقصف هي امراه وبالتالي هي ايش بتحضر في بيتها تقريبا بنلاقيه في المقصف في عنا النوع الثالث اللي هو النوع اللي تقريبا مش ما فيش كثير في نجاح وهو الضامن العادي كيف بيتم الضامن العادي انه تأسف على المقاطعه سوزان لما بتقولي ما في نسبه نجاح كبيره ماذا يعني ماذا تعنين بعدم وجود نسبة نجاح كبيرة من على اي صعيد؟ انه صحيح انه الضامن العادي قاعد بيعتبر المقصف هو مكان لتحقيق لتحقيق ارباح نعم. وبالتالي هو مكان زي الدكانه ايش موجود في هالسوق من آآ من آآ بضائع راح نلاقيها في المقصف نعم و... بعكس و... يعني... الجمعية، الجمعية عم بتحضر تصنيع صحيح. غذائي داخل الجمعية حتى بعض النساء العاملات في البيوت، فتم تحضير المعجنات، تحضير حلويات ذات قيمة غذائية عالية وبنلاقيها موجودة في المقصف نعم ولكن يعني إذا إذا اعتمدنا الحديث عن تضمين المقصف الى شخص عادي هذا حقه هو يدفع المال لكسب عيشه وبالتالي من حقه ان يتعامل مع هذا المقصف كوسيله لكسب العيش. صحيح ولكن بما لا يتعارض مع مصلحه الطالب. لا. الان الضامن العادي لما بيجي بتضمن المقصف هو بوقع على اتفاقيه ضمان المقصف. اتفاقيه ضمان المقصف من ضمنها بيقول له انه في عندك قائمه احنا حاطين عندنا قائمه محدده للاغذيه الممنوعه والاغذيه المسموحه في المقاصف وبالتالي هو بيمضي وبقرا ايش الاغذيه المسموحه الممنوع بعدين بنتفاجئ تماما انه الاغذيه اللي احنا منعناها هي موجوده في المقاصف لانها بتدر عليه ربح نعم ولكن الاتفاقيه الموقعه بين الاداره العامه للصحه المدرسيه وبين الشخص الضامن هي ملزمه له, ملزمة قانون له. قانونيا قانونيا ملزمه وبالتالي له وبالتالي تم التوقيع على هذه الاتفاقيه ببنود واضحه تمنعه من مأكولات إحضار مأكولات معينة صحيح صحيح لكن اللي بنلاحظه انه الجمعيه لما نقارن الجمعيه مع الضامن العاديه انه الجمعيه اكثر التزام بمعايير المسموح والممنوع والضامن لا على اساس هيك انه بنلاقي اذا كان في تجديد من مدير المدرسه السنه الثانيه بقول لا انا يا بخسر انا ما بدي اخذه نعم. لانها الاغذيه المربحه هي الاغذيه ذات القيمه التغذويه المتدنيه صحيح هي اللي بتسبب الربح صحيح. يعني الاغذيه الصحيه انا احنا طلعنا بنلاقي ان تكلفتها شوي اعلى نعم يعني السؤال سوزان من يحدد إلى أي شكل يتم الإتجاه في تضمين المقصف من الأشكال الثلاثة التي ذكرتها، سواء لشخص ضامن عادي أو جمعيات نسوية أو فريق المدرسة، من الذي يحدد؟ أه في عنا أول شيء المدرسة نفسها ونحن ورئيس قسم الصحة المدرسية في كل مديرية. هلا في عنا 16 مديرية. نحن دائما بنقول إذا في جمعية نسوية لها الأولوية؟ لها الأولوية دائما من دون منافس. تاخذ المقصف بدون منافس وتاخذ خصم 15% على معدل ضمان اخر ثلاث سنوات، يعني بناخذ ثلاث سنوات ايش كان الضمان معدل الثلاثه من منه 15% وبنعطي الجمعيه بدون ما نفتح ضمان. نعم. تواصل رئيس قسم في كل مديريه مع الجمعيه اذا رغبت ضمن شروط ومهم جدا ان تكون الجمعيه مرخصه. حاصله على ترخيص، وبعدين وانها تلتزم بمعايير المسموح والممنوع، واعداد غذاء صحي للطالب، وتوفير عندها مطبخ، ويتم تصنيع غذائي، والتزام العاملات بالشروط الصحيه، ساعتها لها الحق والاولويه. هلا هناك في كثير من المحافظات، في عندنا ثلاث اربع جمعيات بتغطي. المدارس القريبه لانها الجمعيه عاده بتكون من المجتمع المحلي، وهذا كان هدفنا في تضمين الجمعيات النسويه، الطريقه كانت لتفعيل المجتمع المحلي، انه دمج الجمعيه في المدرسه وفي الانشطه الصحيه. هلا في حال انه ما في جمعيات باخذها ضامن عادي، كيف باخذها ضامن عادي؟ انه كاي عطاء بنزل فتره عطاء بحال ما يقل عن ثلاث اشخاص متقدمين وبالتالي بناخذ اعلى سعر تقدم بناء على لجنه بتنعقد في كل مديريه من الادارات التربويه والرقابه والماليه وقسم الصحه المدرسيه، بعدوا هدول الاربعه وبفتحوا للظروف اللي فيها الضمانات، هلا نعم. اعلى ضامن هو بياخد المقصف ولكن بشرط انه يكون مدير المدرسه موجود وانه يقول ما يكون في عنده تجربه سيئه مع هذا الضامن، لو نعم. كان جايب اعلى مقصف فانه يتم استثنائه. اذا كان في عندنا تجربه سيئه سيئه هلا في بالنسبه للتعاون اذا رغبت المدرسه نتيجه المرور بعده مشاكل مع الضامن العادي انها تقول انا قادر ذاتيا على ادارته بدون اي مشاكل من قبل الطلبه او المعلمين لانه بتعرف انه هذا بياخذ الطالب جزء من حصته بصير بده يفكر شو بده يبيع كيف بده يبيع كيف بده قديش بده كيف بده يجمع المصاري فيش عندنا مشكله بشرط موافقه مدير التربيه في المحافظه انه هاي المدرسه تديره ذاتيا هون المدارس اللي بتديره تقريبا لا تز... تزيد عن 10% من مدارسنا هي هي قليله نعم هذا هذا ما كنت اود يعني السؤال عنه هي قليلة. بتقسيم المدارس حسب هذه الاشكال الثلاث كم نسبه من يديرون المقاصف ذاتيا نسبة تكرير لا تتجاوز لا تتجاوز ال 10% هي بين 5 ل 10% بالمئة. والجمعيات النسوية الجمعيات النسوية بالضبط عندنا الآن 70 جمعية نسوية تدير 250 مقصف جزء منها على مشروع اللي هو مشروع اليو ان ومان بدعم من اليو ان ومان الحكومة النرويجية وجزء جمعيات بنسميها جمعيات خاصة تديره بدون أي مشروع أي ما نسبته من 15 ل 20% تقريبا بالضبط تخصم لها 15% وبتديره وحققت نجاح هذه الجمعيات بحيث أنه الجمعية بتاخذ أول سنة مدرسة. مدرسة مدرستين على أساس إنه كتجربة إنه وين راح تلاقي نجاحها في هالمدرسة فبتحقق نجاح كبير يعني السنة الثانية بلاقي إنها أخذت أربع خمس مدارس وبتم زيارة المدارس ومتابعة إلها من قبل رئيس قسم الصحة المدرسية والموظف الميداني بنلاقي إنها حققت نجاح وهي صارت تطلب إنه بدي مدارس ثانية وبنصير مدراء المدارس كل سنة لما بيزوروا المديرية في فترة فتح العطاءات بيقولوا بدنا الجمعية لأنه ريحتنا من الممنوع والمسموح فصفى إن الجمعيات هي كأنه الآن فلسفة بنشتغل عليها. نعم يعني وإضافة إلى دمج المجتمع المحلي كما ذكرتي هناك فرق كبير على مستوى النظافة على مستوى الأكل الصحي صحيح. بين شخص يعني هدف الربح وبين جمعية النساء فلسطينيات يعني فرق هائل على اكثر من صحيح, صحيح. سواء هي النظافه هي كمان كانت فرصه لدمج يعني المراه في القوى العامله، آه. لانه على ما اعتقد السنه كانت 14% قديش احنا بنشوف نساء عاملات، لكن نسبتهم لا تتجاوز ال 14 15%، فكان هاي فرصه انه المراه تندمج ايضا في وتشارك في القوى العامله، والمراه عندنا في داخل المقصف المدرسي هي مش بس انها قاعده ساعه او ساعتين بدها تبيع في هالمقصف، لا في عندنا انشطه صحيه وانشطه لا منهجيه بتنعمل بعد الدوام المدرسية هي ايضا بتشارك فيها. نعم. يعني المعرفه لما بنعمل اي تثقيف صحي هو يشمل فقط الطالب والكادر الاداري ايضا ضمن المقصف. نعم. يعني قبل سوزان الحديث عن الواقع الفعلي للمقاصف المدرسيه قام فريق العمل ب يعني توجيه سؤال الى بعض الطلبه حول واقع هذه المقاصف، ما هي المواد التي يعني يشترونها من المقاصف لنشاهد معا ماذا قال الطلبة حول هذا الموضوع ثم نعود إلى نقاش الواقع الفعلي للمقاصف في المدارس الفلسطينية لنشاهد معا سندويشات وبيعوا شبس شوكولاتة وحاجات مثلا الشبس مرات بيكون تاريخه منتهي بدور ناس بدور صحتنا بيتزا زعتر وفلفل هيك الشبس والشوكولاتة والعصير والسندويشات أي إشي لا مش مفيدة بتضر الجسم ما فيش إشي في المقصف تاني أكثر إشي بنشتري الشبسات بس هلا أه انا بعتقدش انه هاي الشبسات لها فوائد لانه ممكن انه احنا بناكلها بس بتعمل تمل يعني بت بتنشطنا بس مش بتنشط عقلنا بتنشطنا حركيا يعني سوزان شاهدنا ماذا قال الطلبه حول موضوع المقاصف وتحديدا حول ماذا يشترون من المقاصف هناك تنوع يعني ما بين بيتزا ما بين وجود زعتر، ما بين وجود سندويشات فلافل، وايضا عصير، ولكن هناك حديث او كم هائل عن وجود شيبس في هذه المقاصف. لو تحدثنا ربما يعني علميا لا يمكن اعتبار ما قاله الطلبه هو يعكس الواقع الفعلي بشكل عام، ولكن هو مؤشر على وجود قضايا تباع في المقاصف المدرسيه خارج نطاق الاتفاقيات والمعايير. بنظركم ما هو الواقع الفعلي للمقاصف في المدارس الفلسطينيه؟ صحيح لو بدنا نيجي نقيم المقاصف المدرسيه بتلاقي جزء منها طبقت التعليمات الخاصه بالممنوع والمسموح وجزء آه لم يطبق هذه المعايير وهذا بيعتمد على اللجنه الصحيه في المدرسه ومدى متابعتها للمقصف، اللجنه الصحيه انا بحكي عن معلم هو بنسميه منسق لجنه صحيه ومجموعه من الطلبه بتابعوا المقصف وبحكي عن مدير المدرسه، المدير المدرسه هو الاساس في متابعه المقصف. هلا مظبوط زي انا سمعت انه في في شيبس وفي عنا الشطائر الزعتر والبيتزا مو فعلا موجود هلا الشيبس تم اتخاذ قرار نهائي بمنعه في المدارس وبالرغم من ذلك انه بنلاقيه موجود وما زال انه يباع في بعض المدارس نعم. مع انه في محافظات خليني اقول جنين نابلس اذا زورنا المدارس بنلاقي فعلا مدارس خاليه من الشيبس هلا الشيبس لم كان قرار منعه هو قرار ناتج من دراسات واجتماعات وورش عمل مع المؤسسات الشريكة مع وزارة الصحة وزارة الاقتصاد اتحاد الصناعات في البلد مع مؤسسات أكاديمية من جامعات الوطن النجاح وبيرزيت تم مناقشة هذا الأمر الجميع اتفق إنه الشيبس هي مادة ذات قيمة تغذوية متدنية هلا الشيبس لو لو فكرنا في الشيبس هلا الشيبس هو الاساس الرو ماتيريال المصنوع منها هو بنحكي قاعدين احنا عن قمح وبطاطا وشوفان المشكله وين المشكله في عمليه قلي نعم. القلي الى الشيبس القلي بيعرض الشيبس الى مواد ثانويه بتنتج عن عمليه القلي شو هي عندنا ماده الدهون المهدرجه والاكريمالايد هلا هدول المادتين هن عوامل خطوره بالدرجه الاولى لامراض القلب والسرطان واذا الجميع بنت بسمع الان قد في عنا المستشفيات مليئه بسرطان القولون منتشر تماما عندنا بالبلد هلا وين مشكله الشيبس كمان لو طلعنا على الشيبس بتطلع على الليبل تبعه مع انه احنا في البلد لسه ما وصلنا لمرحله انه الواحد يقرا الليبل قبل ما يشتري احنا بنشتري كتير بس ما عم نقرأنا شو المحتوى الغذائي ما. لو طلعنا على الشيبس بعطي سعرات حراريه لا تقل عن 400 إلى 500 سعر حراري ثاني شيء الطالب لما بياخذ الشيبس قاعد في المدرسه بروع على ما بتغدى لانها هي حلت محل وجبه رئيسيه لانها المعده صارت مليانه ثاني شيء انه في مواد حافظه عاليه ومواد ملونه الشيبس عندنا اشكال الوان في البلد صحيح. عندنا على طعم الكاتش اب على طعم الفلافل على طعم البهارات بالاضافه انه اضافه ماده بتخلي الشيبس دائما طعمه زاكي واحنا نسمع الطلاب ليش تاكلوا زاكي في ماده اسمها صوديوم بيوسلفيت بتنضاف لتعطي مثبت نكهه بنسميها هاي الماده بتعمل حساسيه ومادة مسببة للسرطان وهي اصلا اوريدي اي مادة مضافة لاي مادة ممنوعة في البلد عندنا يعني من وزارة الاقتصاد. هلا على اساس هيك بعض الطلبة بيعانوا من حساسية وكثير اطفال دكاترة الجلد اول ما يشوفوها او دكاترة الاطفال بعد ما يتناولوا كمية من البامبا او الشيبس بيظهر عليهم الطفح الاحمر على الجلد. فجاء القرار انه بمنع الشيبس واحنا اعتبرنا حالنا كفلسطين دولة, دولة متأخرة في المنع. لما طلعنا على الدول المجاوره سواء دول عربيه او اجنبيه في عنا اكثر من 20 دوله منعت الشمس من ال2000 وال2003 في المدارس لانه هو سلوك تغذوي خاطئ ومرتبط في امراض مزمنه كثيره اللي هي حكيتها من اول امراض القلب والسرطان وبالتالي بشكل خطوره على الطلبه اللي هن لو اطلعنا عليهم قد ايه نسبتهم في البلد احنا عندنا 4 مليون في فلسطين ثلث الطلبه موجودين ثلث السكان هن موجودين مليون و الف طالب موجود موجودين في المدرسه اذا هدول عندنا في عندنا مشكله تغذويه من هن صغار معناه هدول راح ترافقهم للكبر نعم بالضبط على بالضبط في المدرسه صحيح. وايضا على مستقبل واحنا المصادر الوحيده اللي إنا في البلد ضلت يعني المصادر البشرية. بشرية. نعم. يعني نعم. فالمفروض نستثمر نستثمر فيهم من هن صغار نعم. لانهم بيقضوا فتره طويله في المدرسه يعني الطالب لو نجي نحسبها بيقضي 8 ساعات لمده 12 سنة هذا صحيح فالمفروض انه تغذويا احنا إن إن نوفر له خيارات تغذويه جيده في المقصف نعم ونحن هنا في يعني نتقاطع أو. معكم في الهام نقول يجب ان ينظر الى الطالب في المدرسه ليس فقط من خلال عقله وانما من خلال صحيح. جمله قضايا صحيح. تتضمن صحته الشموليه لأن صح. لانه الطالب ليس هو فقط عقله وعاء وانما يجب ان يهتم بصحته الاجتماعيه والنفسيه والعقليه والجسديه وهذا ايضا فعلى اساس هيك جاء القرار في بعض المشروبات في المشروبات الغازيه تم منحها من 2007 ايضا اللي تاثيرها السلبي على الجسم كثير لها علاقه مباشره في في الاسنان وهشاشيه العظام في التاثير على عمليات الهضم تعمل عمليه سوء امتصاص وبتحل محل الحليب اللي عندي اشكاليه في استهلاكه اللي كثير عنا بنلاحظ طلبتنا بيشربوا عصير وبيشربوا الاكسل وبيشربوا الكولا نعم. هلا وين المشكله انه بنلاحظ انه قد ايه الطلبه ما بيشربوا حليب قاعدين وعندنا هشاشات عظام في البلد منيحه احنا الطالب اول ما بوقع صار في المدرسه بينكسر نعم بعكس زمان يعني كانه لما الطالب يوقع نحس انه قوي لسه لا الان عندنا مشكله واضحه في البلد في الكالتشر تبعت الحليب معدل استهلاك الفرد السنوي بين الحليب في فلسطين لا يتجاوز ال 60 لتر بعكس سنويا لتر سنويا بعكس الاردن اللي هي 130 وبعكس اسرائيل اللي وصلت 160 منظمه الصحه العالميه الان لما بتقيس الوضع الصحي في البلد بتطلع هذا البلد قديش بيستهلك من العسل من السمك من الحليب اذا كان معدل استهلاك الفرد السنوي عالي من هدول الثلاث مواد غذائيه بتقيم الوضع التغذوي في البلد جيد نعم. احنا وضعنا يقيم بالنسبه اذا نطلع قديش استهلاك الحليب عندنا الوضع سيء فيش عنا الثقافه والكشر تبعت شرب الحليب اساس هيك احنا عم نبني في برنامج كوب الحليب الوطني نعم ساتحدث عنه في خطط الدائره المستقبليه ولكن اذا هذه الخروقات الموجوده وربما بتفاوت بين المدارس الفلسطينيه بين البقى. صحيح ساتحدث او ساسال عن موضوع الرقابه يعني من يتحمل المسؤوليه المدير المعلم المتابع في المدرسه اين دور دائرة الصحة المدرسية في تفعيل الرقابة على هذه المقاصف؟ صحيح، هلا الرقابة بتاخذ عنا مستويات، في الرقابة على المستوى المركزي، في عنا لجنة وطنية لمتابعة المقاصف متكونة من وزارة التربية، وزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة قسم البيئة، في زيارات ميدانية لهي المدارس البتابع على مستوى المديريات رئيس قسم الصحه المدرسيه وفي عنا موظف ميداني تم تعيين خلال ثلاث سنين 75 موظف ميداني بيشرفوا على المدارس بيزوروا المدارس بشكل منتظم بتابعوا المقصف في عنا داخل المدرسه نفسها في عنا زي ما حكيت سابقا انه في عندي اللجنه الصحيه في عندي منسق ومجموعه من الطلبه في عنا أربعة لخمس طلاب هدول مسؤولين عن التغذيه في المدرسه وعلى عمل انشطه تغذويه هن بيراقبوا المقصف وفي عنا مدير المدرسه المسؤوليه تقع على مدير المدرسه نعم. بنلاحظ اذا ما حكينا سابقا انه المقاصف بتتفاوت وهذا برجع لمدير المدرسه في مدير مدرسة بسمح للضامن يبيع ايش بده بقول لك في النهايه ما انا جاني ارباح من المقصف لانها ميزانيه المدرسه بتعتمد على اصبحت المقصف وعلى اقساط الطلبه نعم ولكن يجب ايضا ان يكون هناك رقابه على مستوى الاداره العامه لهذا المدير صحيح بتكون هناك مساءله ولكن دائما احنا في الاداره العامه للصحه المدرسيه بننظر للرقابه هو كاشراف وتنبيه وتسهيل مهمه اكثر من انه احنا نكون ناس بنقدم انذارات لانه القضيه مش هيك، القضيه اصبحت انه احنا القضيه اصبحت بدي ينبع من الشخص نفسه قديش انتماء وطني ومسؤوليه تجاه الطلبه، لانه هدول الطلبه يعني ابناء الجميع يعني واكيد بيكون المدير ابنائه موجودين في المدرسه وابناء اقاربه. نعم انا فأح... عندما تحدثت عن الرقابه يعني اعتبرتها احد الجوانب التي قد تضبط ولكن هناك ايضا ما ذكرته الان يتعلق بجانب التوعيه صحيح. سواء للمدير سواء للمعلم سواء الطلبه من الذي مفترض به ان يقوم بهذا الجهد للتوعيه لمعرفه حتى لو هناك شيبس او كولا في المقصف الطالب لا يتوجه للشراء من الذي يفترض به ان يكون بهذه التوعيه؟ التوعيه اول شيء في عندنا موظف الصحه الميدانيه بزور مدرسه بنسميها هاي مدرسته، عشر مدارس بشرف عليها بفعل انشطه صحيه في هاي المدرسه، ثاني شيء اللجنه الصحيه في المدرسه في عندنا الاذاعه الصباحيه، يتم عبر الاذاعه الصباحيه بطريقه منتظمه بث رسائل صحيه عبر الاذاعه، في عندنا لقاءات مع اولياء الامور وانشطه صحيه بتنعمل مع اولياء الامور واكثر يمكن النشاطات الموجوده حاليا الافطارات الجماعيه. يتم من خلالها بث رسائل صحيه للاهالي لانها الرساله ولا مره اذا ما حدا تبعها في البيت عمالها تتحول المعرفه لسلوك هذا اللي بنواجهه انه الطلاب تعال اسالهم في مشكله بشبس بقول لك اه هو مش صحي في مشكله بالكولا في اه بس طلع على السلوك بتلاقي السلوك لا هن نعم بيشربوا وهذا ما ذكرته صح. احدى الطالبات انه عندما سالها ولكنه مضر ف... صح ما في شيء ثاني يعني اه إنو... بس بس احنا اللي بنقوله انه مجرد انه منعناه في المدرسه والطالب لو ما اخده في المدرسه وتناوله برا المدرسه صحيح. احنا عمنا نقلل من, من الكميه اللي باخذها الطالب احنا عندنا الطلبه قاعدين بياخدوا اربع وخمس باكيتات شيبس فلو هو منع في المدرسه فاوريدي هو ضل قدامه حصص قليله عشان يتناولها واذا الاهل ساعدونا في هذا هذا الموضوع بيكون افضل انا ما بقول انه الطالب يعني ما اخذش شيبس نهائي اكيد يعني بيجي على باله مره بهالشهر مش اشكاليه طبعا في فرق بين مره اسبوعيا مثلا وبين خمس مرات صح. يوميا دراسه بريطانيه عملوها لاحظوا انه الطلبه من بين كل خمس طلاب في طالبين قاعدين باخذوا بين كيسين لثلاث اكياس شيبس لما حسبوا معدل هاي الاكياس اللي باخذوها مع قديش باخذوا الزيوت هاي الاكياس اللي باخذوها يوميا تعادل 9 لتر زيت مازولا فرجونا صوره طفل هي حط وضعت على بروشور لمنع الطلبه في المدارس من شراء الشيبس انك انت لما بتتناول شيبس قاعد كانك بتشرب الزيت وهذا يعني خطير على صحه صح. الطلبه وينعكس يعني ايضا على تعلمهم وهذا ما كنت اود صح. السؤال عنه حول العلاقه ما بين الحصول على غذاء صحي او افطار صحي كيف ينعكس وهذا مهم ايضا للمشاهدين ان يفهموه هذه العلاقه الجدليه التبادليه عندما نحن نتحدث يجب ان يتناول الطلبه غذاء صحي كيف ينعكس هذا بشكل جدلي تبادلي على تعلمهم صحيح هون بس بدى اركز على نقطه مهمه كتير الام تركز على الافطار الصباحي الصبح لانه علاقه تماما بالتحصيل الاكاديمي، يعني حتى انا لمسته في ابني اللي ما كان يفطر وصار يفطر قديش قدرته على تركيزه في الحصه وخاصه في المواد اللي بتحتاج لقدرات عقليه زي الرياضيات، الدراسات بتقول انه الطالب اللي بيفطر وبتلقى غذاء صحي قدرته على التركيز في الحصه الصفيه اعلى وقدرته على حفظ المعلومات واسترجاعها اعلى. هلا النشاط خلال الحصه الصفيه في عنا نوعين من النشاط بنلاحظ انه في نشاط موجه بيكون الطالب نشيط وحاضر بدنيا وجسميا وعقلانيا امام المعلم وفي النشاط اللي حكت عنه الطالبه عجبني لما حكت انه هو بيعطينا نشاط بس نشاط على الفاضية نعم. على هيك بنلاقي الطلبه بعد الفرصه لما بدخلوا اذا نشاط حركي مش ذهني نشاط حركي مش ذهني نعم. فعلى اساس هيك بقول انه الطالب اذا كان في عنده غذاء صحي ومتوازن معناه انه الطالب مش راح يعاني من فقر دم معناه عندنا نسبه الحديد في جسمه منيحه لانه في عندي الحديد والزنك واليود هدول الثلاثه في دراسه في فيتنام اوضح انه هاي الثلاث عناصر اللي هي طبعا بنزل مستواها في الدم لما يكون في عندي سوء تغذيه مرتبطه تماما في التحصيل وخاصه لما عملوا الاي كيو اللي بيقيسوا مستوى الذكاء عند الطالب لاحظوا ان الطلاب اللي عندهم مشاكل سوء تغذيه هن حققوا مؤشرات ذكاء اعلى من اللي عندهم مشاكل من اللي عندهم مشاكل تغذويه نعم وخاصه الحديد وعلميا مثبت ان الطالب الذي يمتاز بصحه افضل هذا ينعكس على اداؤه الاكاديمي صحيح وايضا على سلوكه الاجتماعي صح وعلى في عنا احنا برنامج من طبقه مع ال اف هو برنامج بنزود الطلبه بوجبه غذائيه مجانيه عباره عن حليب مدعم وبسكوت لما لاحظنا انه الطلاب المدارس اللي بتاخذ هاي الوجبات الطالب اول شيء نسبه الغياب قلت في المدارس هاي لانه لانه الطلاب بيجوا احنا استهدفنا المناطق مهمشة الطالب بيجي بحب ياخذ هاي الوجبه نعم. فنسبه التغيب قلت نسبه التاخر الصباحي قلت تحصيل الاكاديمي كان هناك ارتفاع في بعض المواد التركيز خلال الحصه الصفيه والتفاعل مع المعلم كان اعلى ولاحظناه من من الفوكس جروب ديسكشن مع المعلمين انه بيقولوا حتى العنف حتى العنف خف خف يعني لما الطالب يحصل على على احتياجاته اليوميه من فيتامينات ومعادن بنفس النسب الجسم بيحتاجها، وبالتالي هو ما بياخذ طاقه اعلى على اساس هيك بتكون كل نشاطه بكون موجه، فلاحظوا خاصه في المدارس الاساسيه انه العنف بين الطالب نعم قل ونحن في دوره الهام الاولى والثانيه تقدمت الينا مبادرات تتعلق بالمقاصف المدرسية مبادرات شاركت المدرسة أو شجعت جمعيات نسوية على إدارة هذا المقصف وعند التتبع أثر تغير نمط التغذوي في المدرسة وفي المقاصف أيضا تحدث الطلبة عن تركيز أفضل عن اندماج في الحصص أفضل عن صحيح. علاقات ما علاقات بين الطلبة اجتماعية. نعم أفضل ويعني هذا يقودني سوزان إلى السؤال إذا كانت الإدارة العامة للصحة المدرسية تدرك هذا وهناك ايضا نماذج ملهمه، لماذا لا يتم تكثيف العمل لزياده نسبه المقاصف التي تديرها جمعيات نسويه؟ لا هناك توجه حقيقي وبالعكس احنا سنويا عمالنا زي ما حكيت في السابق احنا بندعم الجمعيه وبنقول لكل رئيس قسم انه يعمل تشابك مع المجتمع المحلي، واذا في في جمعيه تستطيع ضمان المقصف لها الاولويه وبدون فتح عطاء. نعم وبالعكس تاخذ خصم 15% ونحن ايضا قادرين على تزويدها بتدريب تدرب الجمعيات النسويه على كيفيه اداره المقاصد من قبل الاداره العامه من للصحه من قبل الاداره المدرسية. العامه للصحة المدرسيه نعم. بالعكس هناك توجه لانه لقينا نجاح من قبل ادارتها من جمعيات نسويه لانه بتحس انه في انتماء حقيقي للمدرسه في اكتراث بصحه الطالب نعم. لانها اللي بتديره هي في النهايه ام نعم، يعني أنا أعلم أن هذه النسبة للجمعيات النسوية هي في ازدياد ولكن يعني ما أطمح له وتحديدا عندما سماعي والمشاهدين أيضا عندما سمعهم بهذه المؤشرات الخطيرة التي ذكرتها في البداية إلى ارتفاع هذه النسب بحيث تصبح يعني أكثر من نصف أو جميع المقاصف تديرها مؤسسات نسوية، ربما هذا يتطلب أيضا توعية الجمعيات النسوية بهذا الموضوع، وفي النهاية أيضا هو مصدر دخل لهذه الجمعيات. صحيح. يعني الجمعية النسوية هي لن تأخذ المقصف وتبقى بدون ربح يعني صحيح هذا سيساعد صحيح إحنا لما أعطينا المقصف لجمعية نسوية كانت هناك أهداف واضحة من تضمين مقصف جمعية نسوية أول شيء كنا مهتمين أنه وجود خيارات تغذوية في المقصف بنلاقي اكثر من خيار وبالتالي تحسن وضع التغذوي للطلبه نعم. ثاني شيء عندنا المشاركه الجمعيه في الانشطه الصفيه اللي بتنعمل في المدرسه بعدين عندنا في دعم الاقتصاد الوطني ودعم المراه العامله ومشاركتها عندنا من خلال مشاريع صغيره انه معظم النساء في القرى النائيه اللي بيشتغلوا هن يعني نساء مهمشات نساء أميات نساء بدهم يدروا أرباح بسيطة اللي يقدروا يساعدوا أو يساعدوا في داخل الأسرة هذا صحيح نعم يعني سوزان لو تحدثنا عن الخطط المستقبلية لدائرة الصحة المدرسية أو الإدارة العامة للصحة المدرسية على صعيدين الأول تطوير المقاصف وأيضا الوضع التغذوي في المدارس الفلسطينية بشكل عام ماذا يمكن أن نقول على هذا الصعيد؟ آه، الان في عندنا توجه لوضع آه، عندنا سياسه تغذيه عندنا سياسه مقاصف موضوعه بنفعل آه، قاعدين في لجنه المراقبه آه، الرقابه اللي بتنزل على المقاصف قاعدين احنا في بناء سياسه تغذيه وطنيه عندنا بالبلد واضحه و... والان قاعدين بنرصد المقاصف عاملين دراسه على مناطق جيم عملنا دراسه تقول كيف وضع مقاصفنا لانه انا لما بدي احكي عن غذاء صحي اكيد لازم احكي عن مكان صحي موجود في هذا الغذاء لانه فعلا لو زرنا بنلاقي المقصف الصحي غير موجود كثير مقصفنا. تقريبا 45% لا تنطبق عليها جمله مقصف مؤهل نعم. ليكون في غذاء صحي بنعمل دراسات بنشوف كيف وضع مقصفنا يعني اول هذا ايضا لديكم في الاداره العامه ايضا معايير للمقصف كبناء وتجهيزات صحيح صحيح قد أدي ايه مساحته قد لازم يكون بعيد عن الوحده الصحيه قد نعم. ارتفاع الشباك لانه الطلبة كثير بنلاحظ انه الشباك عالي وطلب المرحله الاساسيه مش شايف ايش بده يختار وكانه اجباري يشتري نعم. اللي الضامن اللي بقول له اشتري خذ لانه ما ما بيشوف قديش عدد الشبابيك قد كيف لازم يكون مبلط كيف لازم يكون الجدران الخزائن تخزين التخزين, التخزين شروط التخزين نعم. شروط الادوات المستعمله من ايش مستعمله شروط النظافه على اساس هيك قاعدين بنرصد قد عندنا مشاكل في البنيه التحتيه للمقاصف ورصدناها في مناطق جيم وبدنا نرصدها في باقي المناطق لانه قاعدين بنشتغل على البنيه التحتيه خلال السنوات المرات احنا بنينا 50 مقصف مدرسه وتم آه. تأهيل ما يزيد عن 200 مقصف مدرسه وتزويدهم بالادوات، ثلاجه، فرن، الخلاط لانه كثير مدارس تعمل عصير الجزر خاصه فيها الجمعيات، عصير الجزر، عصير الكوكتيل. ثاني آه. شيء قاعدين بنطلع كيف انه الطالب ندعمه باغذيه صحيه، في عندنا مشروع حاليا آه قدم الى رئيس الوزراء السيد الدكتور سلام فياض. هو مشروع كوب الحليب الوطني انه الطالب من حقه نعم. كما يحصل على كتابه المدرسي المجاني يعني يحصل, يحصل على كوب حليب مدعم بعشر فيتامينات واملاح معدنيه مجانيه لانه اي دوله حوالينا كل الدول المجاوره الطالب بحصل على كوب حليب مجاني احنا حطينا استراتيجيه وخطه واضحه لهذا البرنامج بتكلفه 60 مليون على مدار ست سنوات استهدفنا فيها جميع المراحل الاساسيه من الصف الاول للصف السادس هل هناك تعاون على هذا الصعيد ما بينكم بين وزارة الصحة؟ هناك تعاون في الجانب الفورمولا تبعت الحليب المدعم والإشراف والمتابعة من المصانع الوطنية لفحص عينات من هذا الحليب الحليب هذا يختلف عن الحليب الموجود في الاسواق احنا بنقول له فورتيفايد ميلك حليب مدعم بعشر فيتامينات واملاح معدنيه اللي هي اللي بتسبب لي امراض سوء التغذيه اللي هي الحديد فيتامين بي 12 الزنك الفوليك اسيد كلها موجوده في هذا الحليب وهذا لاحظنا ان الطلب اللي باخذوه عمال تحصيلهم الاكاديمي بيرتفع وحضورهم للمدرسه بشكل منتظم افضل يعني ذكرتي سوزان انه هناك فرق بين هذا الحليب وبين الحليب في موجود الاسواق موجود في الاسواق الحليب الموجود في الأسواق هو حليب غير مدعم، يعني هو طبيعته الحليب موجود فيها هاي الفيتامينات بس إحنا نعم. موجودة بنسبة بنسب معينة عالة. لحل مشكلة سوء التغذية بين طلبة المدارس. نعم، أه يعني أود هنا أيضا الاستفسار حول خطط معينة في على صعيد المقاصف. تحدثت عن تفعيل الرقابة. وايضا عن دراسه للمقاصف في مناطق جيم في مناطق جيم والحاليا عم بنبني في نظام متابعه للجمعيات النسويه قد هي ناجحه بنعمل دراسه عشان نشوف مضبوط انه الجمعيات المقاصف بدها الجمعيات اثر هذا على تحصيل الطلبه وحضورهم وانتظامهم نشاطهم على اساس انه نكبر دائره الجمعيات النسويه عندنا في المقاصف نعم يعني وتشمل ايضا خططكم المستقبليه زياده عدد الم المقاصف التي يعني تدار من تدار قبل, من من قبل نسوية. جمعيات نسويه وهذا يعني باعتقادي حسب الوصف الذي تفضلت به ربما يعتبر انجاز يعني كبير في حال ازدادت هذه النسبة للاسباب التي صحيح. ذكرتها. يعني سوزان في النهايه لا لا اود او ان يفهم المشاهدين ان العبء فقط يلقى على المدرسه آتف. او على المقصف هذا الطالب يقضي وقتا طويلا في المدرسه يتناول من المقصف الاشياء الكثيره ولكنه في نهايه اليوم الدراسي يغادر الى بيته واسرته والى هذا المجتمع. كيف يمكننا يعني خلق نوع من الانسجام في هذه الثقافه الصحيه ما بين المدرسه والمجتمع؟ ما هو ماذا يمكن ان تقولي لمن يشاهدنا من الاهل؟ هل يكفي ان يحصل الطالب على غذاء صحي وثقافه توعويه صحيه في المدرسه؟ بينما العكس يكون في داخل الاسره وفي داخل ايضا المجتمع صحيح الرسالة الصحية هو بيكون منشأها من, من المنهاج الدراسي والأنشطة الصحية اللي بتتم في المدرسة ضروري هذه الرسالة تكمل مع الطالب للبيت لأنه البيت هو المجتمع بالنهاية صحيح. وإحنا نهتم في الصحة المدرسية في الدرجة صحيح في ضمن إطار المدرسة ولكن إحنا من المهم أنه الرسالة تنتقل للمجتمع أنا بطلبه من الأهالي أنه الرسالة الصحية اللي بتنتقل مع الطالب انها تعززها الاهل يعني لو كانت الشيبس ممنوع الكولا ممنوعه انها هي تعزز في البيوت الان انا بحب اقول رساله للاهل اول شيء يشاركوا في الانشطه الصحيه اللي بتنعمل في المدرسه لانه كثير الطالب وخاصه المرحله الاساسيه بيحب يشوف انه والدته موجوده لما تطبق افطار جماعي مثلا أهل. تاني إشي بحب أقول إنه يركزوا على الإفطار مهما كان قليلاً في البيت يعني بشكل تدريجي أنا عارفة إنه الطلاب يصبحوا بفيقوا بقولوا مش بالنا وأنا أولادي يعني هيك بقولوا مش بالنا يعني لو كاسة حليب صغيرة مع سندويشة صغيرة يتركز لو إنه على جزء من الإفطار يكون في البيت في عنا مشكلة مشكلة كبيرة في الفواكه الفواكه والخضروات الطالب مش قاعد بتناولها بالحصص اللازمة ضروري الاهل يركزوا على الفواكه والخضروات ومراقبه وزن الطفل بشكل منتظم سمين عنده صفار في الوجه وحل المشكله بشكل فوري لأنها هاي بتاثر تماما على التحصيل كتير اطفال بيجوا وشهم اصفر بعدين بنكتشف انه عنده فقر دم انه الهيموجلوبين عنده عشرة عنده تسعة فالاهل ضروري يتوعوا لهذا الامر، ضروري يتوعوا اذا طوله هو ضمن الطبيعي، الام دائما بلاش نقول تقيس له، ما هي بتزور المدرسه وبتزور صفه، يعني بتشوفه ضمن ولاد صفه هو ضمن المعدل ولا مش ضمن المعدل، عنده مشكله ولا ما عنده مشكله، انه كله مرتبط بالتغذيه. أه بركز على الجزء انه تعاون جميع المؤسسات الشريكه في كل واحد منا له دور. أه كلنا رح نحقق أه هدف واحد هو تحسين وضع التغذوي للطلبه، وزاره التربيه والتعليم لوحدها غير كافيه للوصول لهذا الهدف، وكنا لازم نعمل ضمن خطه وطنيه تغذويه واضحه عنا لتقليل معدلات ونسب سوء التغذيه عندنا في فلسطين. نعم. يعني سوزان يعني في النهايه لا يسعني الا ان اتقدم لك بالشكر الجزيل على هذه المعلومات القيمه والتي حاولنا قدر الامكان في الوقت المتاح ايصالها الى المشاهدين حول طبيعه هذه العلاقه الجدليه التبادليه بين الصحه والتعليم، وانا اتمنى عليكم اعزائي المشاهدين ان تاخذوا بنصيحه ما قالته الاستاذه سوزان في اخر الحلقه حول الاهتمام ليس فقط في الجوانب التعلميه لاطفالكم، وانما ايضا في الجوانب الصحيه المتعلقه بتغذيتهم السليمه لانها في النهايه تنعكس على هذا الاداء وعلى تعلمهم وعلى سلوكهم سلوكهم الاجتماعي ايضا. نعدكم بتسليط الضوء في حلقات اخرى قادمه لاهميه الموضوع متناولين جوانب اخرى حول هذه العلاقه التبادليه الجدليه. مره اخرى اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذه سوزان رضوان طوطح رئيس قسم التغذيه والمقاصف في الاداره العامه للصحه المدرسيه في وزاره التربيه والتعليم العالي هذه تحيات طاقم العمل ومعا نحو بيئه تربويه لطفوله سويه